السعودية واحدة من القضايا الدينية والاجتماعية التي لطالما أثير حولها الجدل بمنع إذاعة وقائع الصلاة في المساجد عبر مكبرات الصوت الخارجية بعد سجالات قديمة ومتجددة حول الإجراء. أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية توجيها عاما لجميع منتسبي المساجد في المملكة باقتصار استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الآذان والإقامة فقط، وأفادت بأن التعميم يستند إلى أدلة شرعية وأن لا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف هذا التعميم. أرجع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ذلك التعميم إلى هذه الأسباب. يقول: ما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت. تداول المغردون فيديو للشيخ الدكتور عبد السلام السليمان وهو عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، يقول إن مكبرات الصوت غير موجودة في الشريعة. بالنسبة لقراءة الإمام من خلال مكبرات الصوت الخارجية، هذا أمر غير مشروع ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده، وإنما هو أمر حادث بعد وجود هذه المكبرات. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يرفعوا أصواتهم بالقرآن ويجهروا بالقراءة على بعضهم بعض، فكذلك إذا رفع الإمام أيضا صوته من خلال مكبرات الصوت أثناء الصلاة فإن الأصوات تتداخل بين المساجد، وهذا ما يحصل، فيصلي هذا ويصلي هذا فيسمع الآخر صوته للمسجد الآخر، وهذا لا شك أنه فيه تداخل للأصوات وكذلك تشويش على المصلي. على مواقع التواصل أيضا تداول السعودي وعضو هيئة كبار علماء يقول فيها أن استخدام مكبرات الصوت يؤثر على المرضى والأطفال. المكبرات الخارجية لا داعي إلى فتحها وقت الصلاة، فالأحسن لا يشغل السماعات الخارجية بعد الإقامة. نعم، قد يكون في أذى وإزعاج، لأن هناك في البيوت المرضى الذين لا يستطيعون الحضور، وهناك الذين يريدون النوم يعني عاجلا ولا يتأخر نومهم لأنهم يتضررون بذلك. وكذا على ثقة بأن الأئمة والمؤذنين على مستوى المسؤولية الملقاة عليهم، إذا لم نستشعر عظم مسؤوليتهم وثقتنا فيهم ونوليهم بيوت الله فمن نثق فيها أيضا، فينبغي عليهم أن يخفضون أصوات هذه المكبرات وأن لا تتصادم صوتا مع مكبرات المساجد القريبة منهم، ويحدث تداخل وتشويش على المصلين وعلى الجيران، وعلى يفقدون المسجد هيبته التي ينبغي أن تكون فيها الروحانية والسكينة. أقول لإخوان المؤذنين والأئمة: ارفقوا على من يصلي عندكم وارفقوا على المجاورين بخفض الأصوات التي تضر الناس. النداء واجب، النداء إلى الصلاة واجب، ولكن لا يصل إلى مستوى الإضرار بالآخرين، ترويع النائمين وترويع الأطفال وإقلاق المرضى والعجزة ونحو ذلك. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. مرحبا بكم pour cette vidéo نتاع العشية هذه، الاثنين 14 أكتوبر 2024. كما شفتوا هذه في السعودية راح نزيدو نتكلموا على الأذان، تكلمنا عليه البارح وكانوا بزاف الناس اللي راسلوني ونشكرهم بزاف بزاف، واللي كل واحد يمد الرأي نتاعو يعطيكم الصحة، غير بعض الدواعش كما قال واحد اللي ما عندهم حتى علاقة بالديمقراطية ولا بالإنسان ما يقدرش كما قال واحد يبعث ان كومونتير نورمال، قال اخويا احنا هكذا وحنا هكذا ولازم هكذا ولازم هكذا، هما دوك شويه يدخلوا يسبوا الناس ولا يديروا الناس. هذو الناس ساعات قال كنت حرد عليهم، بعد كلموني بعض الاخوه قالوا لي ولدي خلينا من هاد الدواعش هذو، ما ترد عليهم ما والو، عندهم الحق. هذاك كيضل انت دعشي واش راح تهضر معاه، انت دعشي ما هو فاهم فيها والو، والله لا على بالو واش راهو يهضر. احنا ما تكلمناش اليامس، ما قلتش انا نمنعوا الاذان من المساجد، عمري ما قلت هيك. انا قلت نمنعوا الاذان من المساجد، انا قلت بوتاتر 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 صلاه الصبح، واحد الوقت قلت صلاة الصبح باسكو الناس راقدين
ما يديروش لي اوبارلور كما في السعوديه كما قال لك الناس ما تزعجوش الناس اللي بحذاكم الناس اللي راكده كاين الناس ما تصليش كاين الناس غير مسلمه علاه نزعجهم بوركوا نورمالمون سيتو الصباح معليش الظهر بوتيتر الظهر ما كانش مشكل ظهر الناس كلها تمشي يا با تسوسي وزيد كما قال لك خلط تخلط حنا في خنشله عندنا مسجد في سيتي حسناوي اللي عيطولو مسجد الحاج الهادي وبعد مسجد لي قريب ليه كي نروحو مع لي زالي برك نلقاو مسجد اخر مقابل لونسيان جوندارموري قرب لبعضهم خلاص قرب لبعضهم خلاص كيما قال واحد كي يذن هذا حنا كي نكونو حنا هنا نسمعو الاخر ولا كي نكونو دونك هذا يذن وهذا يذن تشويش كبير كيما قال واحد وعلى هذاك لازم الناس كيما قال لك هذو السعوديين خفضوا في الميكرو ما كان حتى نسمع الناس الاخرين نسمع الناس اللي بحذاك تما سمع الناس اللي بحذاك تما وخلاص وكيما قال في عهد الرسول ما كانش هذو لي ميكروفون هذو الاخر الناس كانوا يذنوا بيتيتر باسكو الناس ما يعرفوش ما عندهمش كيما دوكا لي بورطابل ما عندهمش كيما دوكا لا تيليفزيون ما عندهمش لي مويان دو تيليكومونيكاسيون لي مويان هذو الناس اللي يقدروا يعرفوك وقتاش الصلاه تجي على هذاك يقول الناس يا يظن يجوا يصليو مي دوكا الحمد لله دوكا الناس عندهم كلش الناس كل على بالهم حنا هضرنا على التلفزيون التلفزيون تاع الجزائر كامل كاع لي تلفزيون يذن فيهم الاذان جو فوا با ليتيليتي هنا سورتو كي ظل لو ديريكت اذا باغ اكزومبل نشرت الاخبار الناس تبع في النشره حتى يقطع اوب الي حاله وقت الاذان الشغل هو يحسب كيدير كيما هكذا ايا حنا كنا نتفرجوا يا قاعد نصلي واحد لا يتقعد واحد لا يتقعد باش نتفاهموا مليح الناس على بالهم وقتها يصلي اللي يحب يصلي راه في المسجد راه المسجد ديجا قبل ما يكون الاذان في التلفزيون على باله باللي الاذان يذن على الوحده ديجا هو 12 ونص راه في المسجد اللي يحب يصلي ما يستناش فيك انت دير له الاذان في المسجد في التلفزيون باش يطور هو يروح يصلي هذا راه التنافيق هذا راهو جو بوبوليزم يعيطوا له الشعبويه التكور الشعبويه خلاص باسكو ما عند كيفاش يرحم بابك انسان يتفرج في ماتش او قاعد يتفرج في ماتش يجي الاذان انتوما بكوي بلي كيجي الاذان السيد يخلي الماتش ويروح يلبس الصباط ويلبس قشوي ويروح يصلي ولا يروح يقول لي وي صح الاذان يا حبس يروح يصلي ما يصليش حتى يكمل الماتش يكمل الماتش يروح يصلي ما نفقوش بعضنا ما كاينش منها عندك الانسان اللي مال في يصلي في الجامع ماتش ولا ماهوش ماتش يروح حتى وكان ماتش يخلي الماتش ويروح باسكو ما في يصلي مع الجماعه مي انسان اللي ماهوش مال في يروح يصلي مع الجماعه يصلي وحده يخلي الماتش يكمل ويروح يصلي دونك حنا قلنا ما كان لا حتى نضلو نديرو في اشاك فوا اذا الماتش كاين كيما يامس ما تيجي وزو هي وما عرف شكون كنا كانت 1-0 صبحت واحد بواحد كي جا الاذان ما على بالي حنا صبحت واحد بواحد ما تصلحش انت انسان ديريكت تكوبي عليه انت وقال الاذان خير من الماتش هي هذا اللي بالنسبه ليك انت هذا بالنسبه ليك انت الاذان خير من الماتش هذه حاجتك واحد ما قال لك روح للماتش روح للمسجد على روحك واحد قال انا نشتي نسمع اي بان شتي تسمع دير الاذان عندك صباح وعشيه حتى كيما دير الاذان صباح وعشيه او عندك كيف اسمه الجهاز دير له فيه الاذان وعندك البورتابل تاعك تقدر تسمع الاذان من الصباح لليل وهو يذن عليك واحد ما يسالك بصح الاخرين نو كيما قال لك كاين الناس ماهوش مسلمين ما يعرفش يسمع ما يحبش يسمع خويا الاذان تاعك يسكن بحذا المسجد وماهوش مسلم يسكن بحال المسجد وماهوش لا ما يصليش علاه طوروا على 4 تاع الصباح ولا 5 تاع الصباح بوركوا هذا كل كما قال هذا السعودي عنده الحق قال لك ارفقوا في الناس سيرتو جيرانكم ولاد صغار ابن عمي اطفال صغير تروعوا نتاع 4 تاع الصباح واحد قال لك كي يدير الاذان الشواطن يروحوا ما كاينش شواطن وين تشوف الشواطن هذو اذا كان الشيطان هو العبد هو الشيطان ما كاينش شواطن هذو وين تشوف الشواطن هذو وين ما كاينش لي الشواطن تهضر فيهم شفت انت الشواطن هذو ما الشيطان نيكست با الشيطان هو الانسان الانسان اللي يدير الحوايج اللي ماهوش ملاح هذاك هو الشيطان مي الشيطان اون لي ميم ما نيكست با سا نيكست با انتوما تهضروا كذاك دونك انا البارح ما قلتش نمنعوا الاذان الاذان يكون كما قال لك في المسجد يصلي يصلي الناس يذن الاذان ما كانش بروبليم ينقص كما قال واحد في الفوليوم باش ماهوش اللي ابن عمي يصلي في خنشلة يذن في خنشلة تسمعوا في عين بيضاء ولا تسمعوا في متوسة وعلاه بوركوا الواش هذا كله الواش ابو قريب اللي هذاك نتاع متوسة هذاك كيسمع الاذان يهز الطوموبيل تاعو ويجي خنشلة يصلي هي وعندو الجامع بحذاه
في كل كارتي تلقى زوج مساجد، شاك كارتي تلقى او موان دو موسكي. ولي موسكي هذوك يذن الاخر على بالهم على قداش يذن خلاص، والناس على بالهم يذن ولا يقعد، اما على بالهم على قداش الاذان. يلو ساف يلو ساف سي با لابان حتى نجي انت تذن انت باش يجي يصلي. حنا قلنا نديرو كيما الناس البلدان المتقدمه. بوتيتر انا جي ما بروبوزيسيون هي لا سويفونت، نديرو باغزومبل هذيك لاشين تاع القران الكريم نخليوها الى الدين، هذيك نخليوها الى الدين، دير فيها صلاه الفجر، دير فيها صلاه كل الصلوات، والناس تقرا القران فيها وفيها الا الدين. هذا ما كان اللي يحب يروح اللي يسمع الدين يروح لها سيتو. واحد يحب يروح يتفرج ماتش يبي يروح لاشين تاع الهداف، ما يروحش لاشين تاع الهداف فيها الرياضه يسمع فيها الاذان وفيها الجمعه وفيها ما نعرف واش. خلوطه هذه خلوطه بور موا خلوطه سا سير اريان، سا سير اريان دو تو. الناس تبعث النشره ترونكيل حتى يقول الاخر حبس حبس النشره ايا دير لهم الاذان. سا سير اريان، سا سير اريان دو تو. انا كنقول دونك لازم نديرو نظموا الحاله، الصلاه في وقتها، البالون في وقتها. حنا شفنا واحد الوقت يديروا كي دار الماتش سيرتو تاع ليكيب ناسيونال ولا الماتش ديريكت، يا اخي اكتب لتحت اكتب قال حان الوقت الاذان للجزائر العاصمه وضواحيها. الجزائر وضواحيها واش دخلت بس هاي هاي قول واش دخلت تبسه انت كي دير الاذان انت تقول واي صلاه هاي وكذا. هي ما كاينش تبسه ماشي كيما الجزائر، خنشله ماشي كيما الجزائر، عنبه ماشي كيما الجي. دونك انت على جات الجي الناس الكل تقول لهم ها وقت الاذان، ها واش وقت الاذان. ديجا هذه غلطه كبيره، ماهوش وقت الاذان، ها وقت الاذان في الجي. وعلاه تسمى نتاع تبسه نتاع، علاه تقول نتاع تبسه يتفرجوا، نتاع تبسه ما يتفرجوك مازال الاذان. دونك انا نقول باللي لازم الناس يكونوا المسؤولين نتاع الدوله يبروغراميو هذا الشيء هذا كما قال لك باش ما يضرش الناس. يا اخي الصلاه الظهر يا با توسي كي يدير الاذان في الظهر ما كانش مشكل، العصر المغرب العشاء الناس مازالت ما رقدتش ما كانش مشكل، مي الصبح نورمالمون ينحيوني كما قال واحد ديو باغلوغ نحاول يذن الداخل للناس اللي تصلي ثم يذن وخلاص. هذه هي اللي واش قلت انا، ما تجيش انا تقول لي انا انت راك ضد الاذان، انت ضد الاسلام. كيفاش انا مسلم ضد الاسلام؟ انا مسلم ضد الاذان، ماني ضده، مي لازمنا اون بروغرام برك كيما قلت بوتاتخ نديرو اون شان نخليوها ديما هذه شان تاع القران الى الدين. الى الدين كيما شان تاع الماكله، كون تروح كاين هذيك شان تاع الماكله ديما تلقاو فيها الى الماكله، ما تلقاوش فيها النشره، ما تلقاوش فيها الماتش، تلقاو فيها الى الماكله، شي نورمال مختصه الى الماكله. كاينه اون شان مختصه الى الرياضه باغ اكزومبل الهداف، الهداف هذيك نورمالمون الى الرياضه، ما تلقاش فيها الاخبار. يعجبك نشره الاخبار في الهداف ما تصلحش. هذه واش قلنا، قلنا حنا يفضري نبرمجوا نبرمجوا باش الناس تتبع، يحب واحد يتبع الفوتبول يروح لاشين تاع فوتبول هي الهداف، ولا يتبع الاخر يحب السياسه يروح يتبع السياسه في 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 في, في كاش تلفزيون. مي حنا درك وعدنا نديروا البوبوليزم، نديروا في الشعبويه، كي يذن لاشين كامل يذن لاشين كامل، الجمعه توت لاشين يعقبوا الجمعه توت لاشين. زعما شغل حنا خير من السعوديه، حنا خير من البلدان الكل، حنا خير من المغرب، حنا خير من تونس. يا راهم حتى هما مسلمين كيما حنا، حتى هما راهم كيما قال واحد الاذان يكون نورمال، ما يكونش يزعج الناس كيما قال واحد، ما يثورش الناس الصباح سيرتو الاولاد مساكن والناس الكبار راكدين انت تجي تطيط عليهم انت ومن بعد تقول لك نو نو او يريح النفوس. يريح نفسك انت، يريح نفسك انت، مي الاخر يحب يرقد كيما قال واحد خليه يرقد على روحه يا خويا، اللي يحب يصلي يعرف على قداش يسي على قداش. دونك هذه هي اللي حبيت نرجع ليها انا، ونشكر بزاف الناس اللي عاودوا بعثوا لنا دي ميساج كيما قال واحد. لا ماجوريتي تاع الناس 90% تاع لي ميساج تاع الناس نورمال، الا بعض الدواعش والاسلاميين هما اللي يحبوا زعما ينعطوا روحهم شغل زعما هما راهم مؤمنين اكثر من المؤمنين. يا ونعرفوا الحاله نتاعكم غير كيما قال واحد ما كان لا الشعبيه والشعبويه ما تجيب لك والو، ما تجيب لك والو. ربي سبحانه عز وجل هو اللي يسير في الامور، هو على باله حتى الانسان اللي ما يصليش على باله به في قلبه، على باله واش كاين فيه، على باله كلش. دونك فوالا هذا هو اللي حبيت نرجع عليه. بتاتر من بعد اذا كما كان
ينطر فيديو ان شاء الله، كما كان ينطر سوجي، ولكن نرجعوا اذا كما كان، اذا ما كانش نقول لكم انتم والله.